تعلم علم العقيدة واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ولما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أقسام العلم قال: ينقسم العلم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين لا يجوز للمسلم البالغ العاقل جهله أبدا، ومنه ما هو فرض كفاية. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمثلة على هذا وخلص إلى ما يلي، خلص رحمه الله تعالى إلى ما يلي: أن كل ما وجب عليك أن تعتقده وما وجب عليك أن تقوله وما وجب عليك أن تعمله وما وجب عليك أن تتركه وجب عليك أن تتعلمه، قد لا تعذر بجهلك إياه يوم القيامة، قد لا تعذر، تسمى معرضا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما وجب عليك أن تعتقده وما وجب عليك أن تقوله وما وجب عليك أن تعمل به وما وجب عليك أن تتركه وجب عليك أن تتعلمه. وكلما ازددت علما ازددت رفعة وازددت إيمانا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.